أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن. شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا حصة موجهة لكم يا أولياء أولينا كذلك، لأن الأولياء دائما في تساؤلات. كاين بالمرات موضوع بسيط هكذا ولي الأمر يكون محتاج لنصيحة بسيطة. إحنا عرضنا هذه الحصة مبسطة وبسيطة مع أخصائيين باش يجيبوا لنا نصائح اللي تفيدكم في تربية أولادكم اللي هم أولادنا وراهم تحت جناحنا. موضوع اليوم مهم جدا، هو النوبة الصرعية، يعني الكريز ديبيليبسي عند الطفل. حبينا نعرفه هل الكريز ديبيليبسي بالمرات نشوفه طفل يتصرع ولا، حبينا نعرفه واش هما الأعراض نتاع هاد الكريز وكيفاش نتعاملوا معهم. وثاني عندنا أخصائيين، احنا دائما نربطوا الطفل بالمدرسة سن الطفولة، نتكلموا على هاد النوبة الصرعية هذه في المدرسة ولأطفالنا حتى نتفادوا هذه النوبات الصرعية. يرافقني اليوم الدكتورة شفعي السميرة المتخصصة في طب الأطفال. مرحبا بك دكتورة، شرفتينا. تفضلي مدام، تفضلي. كذلك يرافقني ضيفي الدائم سيد لابري نور الدين، 39 سنة في ميدان التربية والتعليم. أستاذ مرحبا بك، مرحبا بك. تفضل، شرفنا أستاذ. كذلك معنا اليوم ضيفة اللي ولفناها سيدة تفاحي هنية، أخصائية في علم النفس. تفضلي شرفتينا أستاذة، شرفتينا، مرحبا. معنا اليوم كذلك تجربة حية، دائما حاولوا نستضيفوا تجربة حية تتكلمنا على حالة حية يعني عاشتها. معنا اليوم شيماء، تفضلي بنتي، مرحبا بك، شرفتينا. وفي كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذاك المكتب الجميل اللي خليناه له. اليوم معنا لوسيف، تعال أروح وليدي، تعال. واش راك؟ لاباس وليدي؟ واش راك؟ شحال في عمرك؟ تسع سنين. واش مسنة تدرس؟ الرابع. شاطر انت في القراية؟ نعم. شحال جبت المعدل؟ 8.75. واو 8.75، جميل جدا وليدي. الواجبات المدرسية تاعك كديرهم حتى في الدار يقولوا لك روح تقرا ولا منظم وقتك؟ وحدك؟ منظم وقتك؟ عبالك واش دير واش ما ديرش؟ شنو ندير؟ مخلي الوقت شوية باش تلعب ولا تقرا برك؟ شنو ننظم وقتي؟ ننظم وقتك تلعب شوية، واش تلعب؟ تلعب كرة قدم، رياضة، واش تلعب؟ كرة قدم. تلعب في الحومة ولا تروح للمكان؟ المكان. انت منخرج في نادي ولا؟ شيخ نادي، شيخ يدربنا. شيخ يدربكم، الله يبارك. إذا لازم وقتك يكون منظم. تفضل وسيف، دير الواجبات المدرسية تاعك في هذا المكتب الجميل، وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم. شكرا. مرحبا بكم. سعادة كبيرة في كل مرة نتلقاكم. علاش؟ لأني نحس باللي كجماعة هكذا رايحين نجاوبوا على تساؤلات عديدة عند أولياء. بالمرات ولي الأمر يحتاج يعني ما يحتاج شرح كبير، وكم يحتاج ملاحظة ويحتاج نصيحة بسيطة تساعده في تربية ولده بالطريقة ولا بنته بالطريقة السليمة. احنا اليوم حبينا نتكلموا على النوبة الصرعية، هي لا كريز ديبيليبسي. نشوفوها عند الأطفال، نشوفوها حتى يعني في تقدم السن، نشوفوا ناس كبار وعندهم لا كريز ديبيليبسي. حبينا اليوم نشخصوا هاد لا كريز ديبيليبسي، نعرفوها واش هي وكيفاش نتعاملوا معها، وكذلك نفسية الناس اللي عندهم لا كريز ديبيليبسي حتى الأولياء تاعهم كيفاش تكون. يعني ماذا بيا نبدأ معك دكتورة شفعي سميرة مختصة في طب الأطفال. حبينا نعرفوا هاد لا كريز ديبيليبسي واش هي باش الناس ببساطة يفهموها واش هي، ويعني وأي شريحة تقيس يعني الطفل في أي سنة تبدأ تظهر عليه، وكيفاش نقدروا نعالجوها ولا نتفاداو هذه الظاهرة هذه.
تفضلي فضلك. يزيد فضلك. ميرسي. دونك نشكركم على الدعوه بوغ هاد ليميسيون. بالنسبه لا كريز ديبيليبسي ولا نوبات الصرع عند الاطفال، سيدي نقدروا نشوفوها في كل مراحل الطفوله، ابتداء من النوفوني حتى الطفل الكبير حتى يعني ممكن الكبار. البيبي نوفوني تجيه كريز ديبيليبسي، ها ماش نقولوا كي كريز ديبيليبسي مي بوكو بلوس، سيتون كونفولسيون عند الطفل. اه داكور، سيتون كونفولسيون. مي يعني الصرع في حد ذاته سيتيغ لا كونفولسيون عند لو بيبي عندها سيتيغ اسباب خاصه به. مي نوبه الصرع عند الاطفال يعني الكبار هادو نقولوا من 6 موي بلوس، يعني السبه تاعها سي اون كوم بار ديفينيسيون، يعني التعريف ديالها سي دي يعني التعريف سمحوا لي برك سي تعريف سيونتيفيك، سي اون ديشارج الكتريك دي نورون يعني الخلايا تاع المخ. داكور. دونك كيما نقولوا تجي فيهم اون ماس. داكور. دونك سافا ديك يعني هذا يؤدي الى دي موفمون حركات في الجسم. يعني كاين انواع كثيره من هاد الكريز، هادو دي كريز انواع كثيره. يعني اللي يعرفوها الناس يعني العامه تاع الناس سي واحد يكون واقف ولا قاعد ولا اوب يطيح ويبدا كما يقولوا يتخبط في الارض. هادو سكون ابل دي كريز تونيكو كلونيك. يعني انا قلتها بطريقه طريفه هكذا باش من بعد نتكلموا على هذه. سا سارات باغازار. بالضبط بالضبط. دونك يبداو هاد لي موفمون سكون ابل موفمون تونيكو كلونيك، استادير يكون العضلات دير حركات دي موفمون هكا يتخبط كما نقولوا في العاميه. لا اراديه يعني. لا اراديه، راهو فاقد الوعي. فاقد الوعي، فاقد الوعي، الطفل يفقد الوعي كومبليتمون. لا بريف كي نوض كي يفطن. ما يتفكرش خلاص واش صرا له. سكون ابل اون امنيزي بوست كريتيك. داكور. دونك نسيان مور لا كريز. مش فاش خلاص واش صرا له. بالمرات انه الطفل بالمرات يطيح يكون في الشارع ولا يكون يطيح على حاجه ولا سا كوز دي تروماتيزم. فوالا. دونك هذه يعني لا كريز الاكثر الموجوده اكثر عند الاطفال، ويعني اللي تبان يعني يشوف اي واحد يشوفها. سي ان تروبل دون لي سيلول هادو ولا دون لي سيلول سيريبرا دون لي نورون، يعني الخلايا العصبيه. داكور. فوالا. دونك يتخبط، وكاين زوج اعراض واحد اخرين معاها. دونك قلنا يفقد الوعي كومبليتمون، وكاين كيما يقولوا مورسور دو لا لونغ، يعض لسانو افيك لي بيرساليفاسيون. دونك يبدا يخرج الريكيك. فوالا، يريك بكثره. وكاين في البعض حين يديروا التبول تحت الارادي تحتهم ما يفيقوش. التبول لا ارادي. فوالا، يعني ما يفيقش في نيكوتينوس. دونك فوالا، هذوما الاعراض تاع لا غروند كريز ديبيليبسي. داكور داكور. وهذا لا كريز جوستومون حبيت نطمن الاولياء، انا هذا لا كريز اسكو تداوى اسكو نتبعوها؟ بيان سور بيان سور. دونك كيصرا وهي يعني ما تطولش بزاف لا كريز. ما تطولش يعني في دون لو طون في الوقت. اه. يعني تكون بغيف دقيقه زوج دقائق خمس دقائق ما تفوتش، باسكو الا فاتت ربع ساعه نولو دون ليتا دو مال كونفولسيف. هذيك يعني ياثر بزاف على الخلايا تاع المخ، يعني تقدم دي اثار كومبليكاسيون غراف من بعد. مي كي هي لا بلوبار دو طون تكون بغيف. لا بروف كيما قلت كيديروا المفتاح تحبس. مي سا سي با لو سي با لا كلي اون فيت المفتاح اللي سي لا كريز كي بغيف. سي لا كريز اللي راهي مده قصيره برك وتروح. كاين بعض الثواني فقط ويتاح وسي بون سا ساغيت. كاين حاله خاصه عند الاطفال سكون ابل لي زابسونس، حالات تغيب. تغيب فقدان. هذه نشوفوها الكثره عند الاطفال في السن، سادير نديروا لو دياغنوستيك التشخيص تاعنا الطفل كيكون في المدرسه. باغ اكزومبل راهو الطفل تحكمو لا كريز ما يتخبطش ما يدوخ ما يفقد الوعي، مي يكون في فتره قصيره يغيب غياب يعني ما يطيحش ولا لا ما يطيحش غائب. راهو كيما يقول غائب ماهوش في لا كلاس. المعلم ولا المدرس يدير اون ديكتي بوغ لي زانفون، تلقى فراغات في لا ديكتي تاعو. داكور. كيفاش قال تعاود تلك الحاله تتكرر كي تسقسي الاستاذ يقول لك الطفل ماهوش ينتبه ماهوش. من بعد كي تسقسي الام تقول لك ايفيكتيفمون وليدي يغيس.
لي مامون كي تجي تقول عندنا اون كونسلتاسيون تقول لك وليدي غيس نعيط له ما يستجبليش ما يردش، وهي هذه نوع من انواع الليبيليبسي عند الاطفال. يعني غياب غياب الوعي، ولكن بدون كريز بلا ما يتخبط بلا ما يطيح ما يتخبط ما كانش فوالا هذوك لي موفمون اللي يبانوا عند الاشخاص الاخرين. وهاد لا كريز ليبيليبسي تداوى ولا ما تداواش؟ بيان سور، دونك سي اون ميم الا كان لا كريز الي بريف يعني بالخف خلاصت لازم ينقلوهم للمستشفى وكيكونوا سادير اون بلان كريز نمدوا لهم ان تريتمون دورجونس باش تحبس لا كريز داكور ديفينيتيفمون. من بعد نديروا تشخيصات التخطيط تاع الدماغ شكون نابل لو جي، نديروا مرات نديروا اوني اوبليجي دو فير ميم دي اشعه سكانر فوار اي ار ام باش نشوفوا الا ما كانش سادير امراض في المخ سورتو لي تيومور سيريبرال باسكو سي يعني الاورام اورام في المخ تقدر تمد ديزيبيليبسي سيكوندير يعني ثانويه لهذه الامراض. يعني نحك بليك ما كان والو لو سيرفو الي سان انتاكت ما به والو تما تكون ايبيليبسي كما نقولوا ايديوباتيك ما عندهاش سبب نبداو لهم نديروا ام تي بيلون دونك ستاندار ونبداو الدواء اللي يستمر يعني مده طويله. دونك الدواء يعني مده طويله واش تقصدي استاذه؟ يعني الدواء فوالا دونك الدواء تاع ليبيليبسي سي با عند الدواء تاع اون انجين ولا دواء تاع اون برونشيت ولا تاع 8 ايام 10 ايام سي ان تريتمون لون كور يعني في دي كونترول ريغوليي نقولوا كل 3 شهور يروح عند الطبيب يدير الفحوصات يدير باش نتبعوه ونشوفوا كومبيان دو كريز داير باغ موا باغ فوا. ميم كي يكون يتناول الدواء قادر يدير دي كريز بيان سور سا مي يكونوا دي كريز تحت الدواء اسباسي يكونوا بلو بريف داكور دونك ما يطولوش في الوقت ينقصوا في لا ريبيتيسيون ينقصوا اكزاكتومون لانتونسيتي ديالهم يعني نقدروا نقولوا باللي الطفل يعني برا كومبليتمون من المرض ديالو لو كان يكون بالدواء يشرب الدواء تاعو بانتظام وما يديرش دي كريز بوندون دو زون عامين داكور باش داكور وكي ما يديرش لي كريز بوندون دو زون يحبس الدواء ولا يكمل؟ نو تما اوني اون دووا نحبسو يعني الا كان كلش نورمال لو جي تاعو ميم تاع تخطيط الدماغ يولي نورمال يعاودوا له البيلون يعاودوا له نعاودوا التخطيط يكون نورمال تو تي بون تما اوني يعني نقدروا نحبسوا الدواء مي ميم الدواء صديق نبداوه ونخلص نحبسوه بالتدريج ما نحبسوش دومبلي داكور باسكو كومام عنده اعراض ثانويه هذا الدواء داكور داكور داكور. شكرا شكرا استاذه على هذه المعلومات القيمه هذه. استاذه هنيه تفاحي اخصائيه في علم النفس، نظن باللي اي ولي امر وليدو يكون عنده لي كريز ديبيليبسي ما يكونش مرتاح حتى نفسيه الطفل. يعني بون كما قالت الاستاذه الطفل يفقد الوعي يعني ما يشفاش باللي طاح ولا دونك ما يقدرش يكون عنده عقده من هذا المرض. بالك الناس تحكي له تقول له بلي راك تسرعت وكذا وهذه وهذه، بالك تربي فيه بالك عقده نفسيه بالك حتى الوالدين. ولكن انا طمنتني الاستاذه درك الدكتوره شفت باللي اذا كان الطفل هذا يشخص مبكرا رايح كي يوصل لسن مدرسة يكون برا على ما نظن. من بعد نوصل عندك استاذ لابري نتكلموا. انا كنت في الابتدائي والمتوسط بون الطب ماشي كيما الطب تاع بكري وكامل، كانوا معنا بزاف زملاء يديروا بزاف لي كريز ديبيليبسي يعني. دونك الحمد لله هاني نشوف باللي نقصت بزاف دونك التطور هذا في التشخيص المبكر وكامل. حبيت تكلمينا شويه على النفسيه تاع الاولياء، يا هل ترى جاوك ناس اللي يقول لك انا وليدي عنده يتصرع ويدير لي كريز ديبيليبسي، وكيفاش تعاملتي مع هذه الاوضاع هذه؟ نعم شكرا على هذه الدعوه عن هذه الحصه. يعني في كثير من الأحيان جاونا من أولياء يطلبون المساعدة أنه علاش الأول مرة أنه لما يطيح الطفل يعني ما كاش اللي ما يعرفش لا كريز إبيليبتيك يعرفوها كامل، مي هو كيجي احنا ديريكتوم احنا الحاجة الأولى اللي نديروها في الحصة قلت لك دائما نديروا المقابلات العيادية ونرجعوا إلى الطفولة. تقريبا 90% نلقى أن الأهل يكون سواء الأب أو الأم أو الجد مصاب بهذه الحالة. داكور قبل ما تكملي ماذا بيا نروح للدكتورة نسيت باش نطرح لها السؤال، هل هي حالة وراثية؟
ممكن تكون وراثيه ولا معظمهم لا؟ كاين العامل الوراثي فعلا، كاين العامل الوراثي في العائله، مي كاين دي سكون ابل لي زيبيليبسي ايديوباتيك، تلقى العائله كامل سان والطفل ما عنده اي يعني سوابق سليم، ويبدا من سيغتان اج يبدا يدير دي كريز ومن ثم نشخصوا باللي راهو عنده مرض الصرع ونبداو. مي كيف العامل الوراثي موجود في داكور. استاذه تبداو بالتشخيص من العامل الوراثي، نبداو بالتشخيص، نعرفوا الشجره العائليه شكون اللي عنده شكون اللي ما عندوش. بون اذا كانت عندهم ديجا يعرفوا ما هي الاعراض، يعرفوا بلازم يجوا الى الطبيب تاعهم، ما تجيهمش حاجه غريبه. المشكل كي تكون حاجه جديده. بون هنا نلقاو الاختلاف بين الطفل وبين واحد شويه كبير. الطفل لما يمر بالحاله اكيد راح تكون عنده غيبوبه ما يخممش فيها، هو بور لوي رقد ونار ما يشفاش اصلا. فوالا طاح ومن بعد غابيدمون كما قالت الطبيبه. ولكن المشكل باغ اكزومبل عند ان ادوليسون ولا عند في سن الرشد، هو تلقاه كيفطن يقعد حاير هذيك الدقائق وين راحت في الدماغ تاعو باش يفكر فيها. نقدر نشبهها لك كاللحظه اللي يكون مثلا واحد دخل عمليه جراحيه كي نديروا له الانستيزي، هذاك حاجه الاولى كيفطن يقول سبحان الله قعدت نخمم وين رحت في هذيك باغ اكزومبل نقول له العمليه الجراحيه دامت نصف ساعة، ويقعد يفكر من حياتي نصف ساعة وين راحت. هذا هو السؤال المطروح اللي نلقاوه عند سواء قلت لك مراهقين ولا الراشدين، هذيك نصف ساعة تاع حياته وين راحت. هنا يبدا يحس انه هذا الانسان ماهوش يعيش لحظات تاوعو عادية، وهذيك اللحظة وين راحت. ومن بعد يقعد يخمم لا كريز هذه وقتاش تجيه، اسكو ضل تروح وتجيه، ما هي الاعراض اللي عنده، يدخل في دوامة اخرى وخاصة في سن التمدرس. بالضبط باغ اكزومبل يروح للمسيد يقرا ومن بعد عبالك غير يطيح يعيطوا لي بارون قدام صحابه، مسكين عنده احساس بالنقص. هنا راني دخلت شويه في مع مسيو لابغي، ولكن حنا كيوجهوا لنا ويجيبوا هنا حتى الطفل يعني نهدر معاه ما يشفاش على هذيك اللحظات. انا جبت بي والديه يكونوا مقيوسين اكثر منه هما حتى، اذا جوستومون هو يشوفوا الحزن والاسف النظر تاع الاولياء تاعهم. شغل باغ اكزومبل اون مامون تقولي لها، تقولها اختار روحي عندي ضيفي، ولا تقولها ما نقدرش نجي وليدي عند، ويسمع وليدي عنده لي كريز ما نعرفش لا في الليل ولا في النهار. يعني نلقاو ان هذا المرض نقدر انا نعتبره انه مزمن، ماشي باغ اكزومبل الام تقدر تتخلى. يعني شغل هذا لازم له دائما واحد معاه، لازم له انيس، نقدر ندخلو هنا في ذوي الاحتياجات الخاصه. شغل لازم دائما الواحد يرفق يعني كما قالت الدكتوره راهو ياخذ الدواء ومن بعد لازم له عامين ما يديرش لي كريز باش يحبس الدواء. يعني وطول المدى هذا العلاج، هذا على الاقل ياخذ 4 سنين ولا ياخذ يعني بمرات بالك اكثر. بالك هو مزمن بالنسبه لينا. وعلاش؟ وثاني لازم دائما يكون عنده رفيق، ماشي انت يقول لك واحد عندي وليدي عنده لي كريز، يقول لك في البيس ما خليهش يروح وحده. وقتاش تجيه لاكريز؟ قادر يطيح، قادر يطيح على الارض، باسكو الوقت اللي تجيه لاكريز يطيح. بالضبط. وكاين ايضا من الجانب النفسي ان الاطفال ولا اللي يقعد يخمم فيها تزيد تجيه، شغل ما يقدرش ينساها. بالضبط بالضبط. شكرا 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 استاذه، شكرا الله يخليك على هذه المعلومات القيمه هذه. سيد لابري نور الدين، في مجال التربيه والتعليم، انا شخصيا نشفى كنت صغير حضرت الحاله وين زميل تسرع في الارض هكذا، سيتي كريز ديبيليبسي يعني نوبه صرع. حبينا هل ترى ان شاء الله على حسب واش فهمت مع الدكتوره، يعني في اغلب الحالات ما يوصلوش الاطفال لسن التمدرس، يعني اذا كان والديهم شخصوهم هما صغار وكامل ان شاء الله كي لحقوا لسن التمدرس يكونوا براو نهائيا يعني ان شاء الله بربي. ولكن كاين حالات اللي توصل، يا هل ترى انا نظن بلي استاذ مبتدئ ولا اللي عمره ما شاف هذه الحاله يشوف التلميذ تسرع قدامه راح يخاف. راح يخاف لانها كمان لا كريز ديبيليبسي اللي مولف بها كما قلتي تفضلتي استاذه مقبله، اللي عندهم في العائله وكامل تجيهم حاجه عاديه، ولكن اللي يشوفها لاول مره على كل حال راهي حاجه مرعبه. يعني الطفل وكامل الاطفال اللي يشوفوا انسان طفل من زملائهم هكذا في الارض يتخبط وكامل، حبيت نعرف كيفاش تتعاملوا مع هذه الحالات هذه ولو انها بالك نادره، يعني ماهيش بزاف، ولكن نظن باللي على الاقل تكون صادفتك ولو مره في المسيره. صح الفعل. اكيد بالضبط بالضبط. هي في الحقيقه بعد السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا وبارك الله فيك سي زيد، تعطيتنا فرصه اخرى لنتحدث في موضوع يهم الطفل ويهم الاسره والعائله والاباء ويهم المدرسه.
الا وهو الصرع، النوبه الصرعيه هذه. اليوم نجم نقول الحمد لله، الحمد لله ان هذه الظاهره او هذا المرض قليل، يعني عندنا في يعني الطفل عندما يدخل المدرسة سواء الابتدائي أو المتوسط قليل ونادر جدا جدا. تطور الطب بدأ يبان. نعم وفعلا وفعلا وهذا بسبب تطور الطب، لأنه زمان زمان يعني لما تقرأ التاريخ والأنثروبولوجيا تلقى أن هذا المرض كان معروف منذ الحضارة المصرية، قدماء المصريين كانوا ملوك واليونان كانوا ملوك. نعم ملوك بارك الله فيك، كانوا ملوك في العصر تاعو حتى تشرق، ولكن كانوا يعتقدون، كانت عنده معتقدات ان ذلك مرتبط بالمس. بالضبط الطب ما كانش موجود، يقولوا هذا يعني المس مسكون مسكون والجنون وكذا صح صح، ويطبقوا عليه واحد الطقوس وكذا. لكن مع تطور الطب والعلوم اكتشف هذا المرض واكتشفت اسبابه واعراضه كما تفضلت الدكتوره مشكوره، ودواؤه وحتى دواءه. نعم خاصة الدواء، خاصة الدواء نتاعو. ولكن في يعني 30 سنة أو 40 سنة الوراء فقط كان الناس يعتقدون، عامة الناس يعتقدون أن هذا المرض يعني لا شفاء له وما عندنا ما نديرو إلا المفتاح كما تفضلت. المفتاح وهذا تبركا وفقط تفائلوا برك بالمفتاح، ويقول لك الميتال يعني حاجة ميتال، ولكن ولكن ما نظنش انها تكون عندها، ولكن هو كي يديروا المفتاح تكون خلصت النوبه طيب يفطن، يقول لك المفتاح ولا التفاؤل التفاؤل فقط. ولكن العلم يعني اصبح اليوم العلم يتحكم في هذا، خاصه اختصاص طب الاعصاب، واليوم الحمد لله عندنا اطباء ولو ما زال نحتاج عدد أكثر من هذا ولكن أحسن من الماضي بكثير. الطفل أنت كذلك محق في كل بلدان العالم وفي كل المدارس تاع العالم، المعلم أو المعلمة أو المربي الجديد لما تحدث له حاجة يعني ظاهرة مثل هذا يعني يرتبك ارتباك كبير، ارتباك كبير، وحتى هو تصرى له صدمه يعني صح نعم صح يعني صدمه هذا المشكل. هذا طفل وتحت مسؤوليته تحت جناحه تحت جناحه، وبالتالي من العمل من العمل احنا مش راهو يصرى يعني الحمد لله في السنوات الاخيره، هو انه فيه اتصال اليوم اصبح الاتصال ما بين الاولياء والمدرسه اكثر من ذي قبل بكثير جدا جدا. لازم يخبروا نعم نعم دائما دائما هذه لازم تكون قاعده عند الاولياء وثقافه وثقافة. حتى ولو ولدك برا يعني لا ولو نوبات وبرا لازم تخبر في المدرسة نعم باللي كانوا عنده ليك ليزيبليبسي، باسكو بالك ما براش كامل بالك هذه وما يكون صحيح على بالهم صحيح ويعرفوا واش يديروا وما نعم يرتبكوش يعني نعم حتى نعم. إذن هذا أول شيء لابد من إعلام الأسرة التربوية، لما يعلم الأسرة التربوية كان من الأولياء هم اللي يقولوا للمعلمين في الابتدائي وكذا ما العمل، لأن الولي اللي عنده خبرة خبرة وتجربة ويعرف لأنه ويعرف ماذا يفعل مع الطفل هذا. وصرت يعني أنا في المسار الدراسي نتاعي صرت لي مرة يعني مرة وين الطفل كان أصيب ما كناش عارفين وما كناش عارفين في المرة الأولى، ولكن من بعد لأنه عاش معنا تقريبا 4 سنين عايش معنا يعني بقى من قسم إلى قسم، والحمد لله يعني الحمد لله صبحت المجموعة والزملاء كلهم عارفين. والشيء الأول اللي نديروه عندما يصاب أحيانا يصابوا في القسم وأحيانا يصابوا في الساحة وأحيانا يصابوا في المرحاض ويكون وحده، وهنا كي يكون الطفل مصاب بهذا المرض ما يخليهوش يروح وحده. بالضبط هذيك واش خالت الأستاذة تفاحي مقبلة قالت لنا لازم له مرافقه، مرافق انا موافق معها هذا فاش مليح انه الاولياء يعلموا المدرسه نعم انه جديد نعم واحد نعم ولكريز نعم هكذاك مثلا يقول له الشيخ يروح للمرحله يقول له واحد صاحبه رافقه نعم يرافقه ويقبلها التلميذ يقبلها خاطر عارف روحه وكذا ومتعود عليها. اذا ولكن لما تسرى امام المعلم او امام واحد من اعضاء الاسره التربويه اول حاجه لازم نخبر الحاضرين بما حدث، لازم قال يا جماعه هذا سي اون كريز ايبيليبتيك سي اون كريز ايبيليبسي تاع التلميذ باش يعرفوا يعني. خاطر لما تشوف واحد طايح والناس دايره به الاخرون حتى هم يرتبكوا مش عارفين شنو صار. الدكتوره قادر يعدل لسانه قادر دميسيل قادر لا يحسبوا يعني حادثه اخرى اخطر وكذا بضب. يعني قال يا جماعه ما كان والو هذا واش كاين ويبعدوا عليه الناس ويبعدوا عليه كل ما هو خطر
كل ما هو لماذا؟ لانه هذا راح يتخبط جيد بارك الله فيك، وهنا قادر يزيد يصاب باشياء اخرى. اذا هذا اول حاجه. ثانيا هذه التعليمات اللي احنا طوهنا ثانيا خليه هي ومش عارف الدكتوره تاكد سمو دكتوره كانت حابه خليها لها تكمل تكلم لنا على هذا احسن، يعني تخليه جوز النوبه. هذه جوز النوبه لانها قصيره كما يفو اي غير لي سباس حنا نطون دونك نشوفوا واحد يتخبط كامل نروحوا نشوفوا دونك لازم نغموا كامل alors que هو il lui faut c'est-à-dire que le temps par exemple لو كان رانا dans un milieu في المستشفى ولا نديروا له الاكسجين باش يتنفس يلحق له الاكسجين للمخ تاعو ما يتاثرش بزاف. دونك حنا نو نروحوا ندوروا كامل على هذاك المريض نغموه كامل كما يقولوا نزيدوا اون اغراف لي شوز اكزاكت alors il faut le contraire donc il faut aérer. هذه الاجراءات الاوليه اللي نديروها من بعد ما تمر هذه النوبه لازمنا نعرفوا احنا نعرفوا بان هذا التلميذ ما راش في ظروف عادي حتى يفطن ولا يتكلم وعادي، ولكن احنا نعرفوا باللي يصير له تعب يحدث له تعب يتعب يكون في تعبان ويكون كما تفضلت الدكتوره كذلك يكون حشمان ويكون خطرش يكون يعرف فيما بعد يعرف يعني طبيعه الحال ما يشفاش بالضبط ولكن يعرف باللي يقولوا له اصحابه يقولوا له خطرات كاش الاطفال عبك ما يخبيوش يقولوا له راك تسرات وراك تحت لا يفيق بروحه باللي صرات له حاجه من هذا القبيل وهنا يكون في حال احنا واش ندير نعزلو ونحن عليه وندخلو في المكان هادي ونخليه يعني ما ندخلوش ما يعاودش يرجع الى القيس حتى يدوز الحال. وغالبا هؤلاء التلاميذ ما يحبوا يرجعوا الى القيس شغل تحدي شغل شخصيه شغل الطفل عنده شخصيته يقول لك نرجع قال مازال شوي قال لا ارجع وراني لاباس عليا وانا معليش نخليوه ونرجعوه. وانا حبيت نقول حاجه علماء التربيه يستخلصون بان هذا المصاب بالنوبه الصرعيه هذه ليسوا اقل ذكاء من الاخرين بالضبط. هم اذكياء وعندهم قدرات باش يتعلموا الا ان هذا المرض يؤثر نسبيا على التحصيل الثقافي تاعو لانه في بعض الاحيان يكون في العلاج ويتغيب لما يصرى له مثلا يصرى له قبل ما يدخل ما يجي الى المدرسه في ذاك النهار والديه ما يبعثوش الى المدرسه تخافوا عليه جسديا ونفسيا هذه التغيبات وحتى يعني الادويه اللي يكون ياخذها اليوم فيه ادويه والحمد لله هذه الادويه وكيميائيه بطبيعه الحال تاثر شويه في على جسمه في السكوندار تكلمت عليهم دكتوره مقبله يعني هذو جانبيه هذو اثروا عليه احنا الغيابات ما نحسبوهاش اذا كان فرض يعني تساهموا لابد راه ولدنا ولا بنتنا يعني تاخذوا بعين الاعتبار هذيك الحاله نتاع نعم اختبار ما داروش معليش قال لي نعاودوا له ما كاش معليش نحسبوا له غير شفويا يعني لازم نرافقوه وتلقاهم يعني مقبلين على عندهم قابليه على المدرسه على المدرسه. هذا الشيء اللي حبيت نقوله. شكرا يعني شكرا, شكرا 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 سيد نور الدين لابري شكرا. شيماء مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا بك. ماذا بينا تكلمي لنا عشتي تجربه هكذا صغيره ماذا بينا تكلمي لنا عليها وكيفاش عشتيها؟ السلام عليكم اول حاجه. شكرا على الاستضافه. وقعت لي حادثه كانت جارتنا خرجت من المسيد جازت عليا شحال كان في عمرها؟ 8 سنين. 8 سنين اوكي. جازت عليا صارت مع صدمه وقعت جاتها النوبه اوكي وانت واقفه هكذا شفتيها؟ جاتها النوبه. وانت كنتي تعرفي هذه النوبه مولفه تشوفيها ولا اول مره؟ اول مره اوكي. ما عرفتيش واش صرا لها؟ ما عرفتش واش صرا جاوها لي كريز تخبط هكا فقدان الوعي كما قالت الاستاذه. بعد داوها الاخرين. انت تخلعتي يعني؟ تخلعت من الصدمه بالنسبه ليا. اوكي. ومن بعد جو الناس كان على بالهم عرفوا كيفاش؟ يعني عرفوا. الجزائريين بون ما لازمش يتلموا كامل ولكن تسيب دائما الناس يجوا دير المفتاح ولا يعني سورتو بالك تشاطيني رأي دكتوره بالك بالمرات لازم نردوا بالنا على لسانه باش ما يعضوش بالك يعني شفت هاد لابراتيك هذه لازم تشوف له لسانه اذا كان عضو ما عضوش يعني بوزيسيون دو سيكوريتي
لازم السيكوريتي على لا لونغ باش ما يعضهاش وكامل سي باسكو جينيرالمون يعضوا لسانهم هما يعضوا يفون يفون مورسيغ دو لا لونغ يدخل يعني في الاعراض تاع الاعراض نتاع ما شفتيش الا سال هاد مولا عضت لسانها ولا لا لا عضت لسانها عضت لسانها اوكي ولات كريزي هكا هكا تتخبط من بعد كي رحت سقسيت يماها قالت لي عندها لي كريز بليبسي ايه ويما هكا تخلي ايه هذا هو المشكل بالمرات الطفل يجي وحده من المسيد يجي يعني هو عنده لي كريز دي بيليبسي على ما نظن الوالدين لازم يحاولوا كيفاش يرافقوا ولادهم مثلا الطفله هذه مسكينه كانت وحدها تمشي في الزنقه هكذا جايه من المسيد وهي عندها لي كريز دي بيليبسي انا نظن باللي هذه حاجه تستبعد من المفروض انه الوالدين لازم يرافقوا ولادهم اللي عندهم لي كريز هذو وراي مليحه دركا؟ اي مليحه الحمد لله. اسكو برات ولا اسكو تشرب الدواء مع بالك؟ اي تشرب الدواء. تشرب الدواء راح تشوف الطبيب وكامل؟ اي راح تشوف. وراي مليحه دركا اسكو نقصوا لها اسكو؟ نقصوا لها. سقسيتي عليها وكامل؟ اي سقسيت عليها. مادام تحت قدامك تولي دائما نورمالمون تكون مربوطه معك. تربيان تربيان. شي تفضل استاذ. سي امبرسيونون لا كريز ديبيليبسي. سي كيك شوز دامبرسيونون انا صرات واحد اللي يشوفها تقعد له طول حياته في باله ما يقدرش ينساها واحد كان كبير يعني شفته كان كاش كان وقف وطاح وانا كنت صغير يعني تخلعت نعم تخلعت صدمه كبيره شفتها مره في حياتي هذيك هي وي وي يعني سي امبرسيونون بوغ لونتوراج باسكو لونفون راه يطيح يفقد وعي ما يجيبش خبر ما على بالوش مي لونتوراج تقعد له في الذاكره بوغ دو بون صديق دوك المره الجايه لا بروشين فوا يزيد يشوفها هذيك خلاص يعرف كيفاش يتعامل معاها بالضبط. يعرف سي كوا دونك ماشي تخلع كي مي جو بار برك لي بارون نو لي بارون قد ما يدير وليدهم لا كريز قد ما يتاثروا بالضبط ils vont pas s'habituer parce qu'ils vont pas ils acceptent pas هذيك لا مالادي كل مره راح يتقاس او بلو بروفون يعني دائما كما تفضلت الاستاذه فحي قالت مقبله باللي الاولياء يتقاسوا بزاف يعني يتقاسوا في بعض الاحيان ما يتقبلش المرض بالضبط يحس وليدو نقص دونك كل ما تجيه لا كريز وليدو يتاثر بنفس التاثير تاع لا كريز الاولى وتاع الدوزيام ايتو ماحش يوالفها ميم الا قعد وليدو 10 ans avec la crise جامي فاصون المرض تاع ولادنا عمرنا ما نوالفوه على كل حال دوكا شكرا لكم الصحه ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا هذه الحصه الخاصه بنوبه الصرع اللي هي لا كريز دي بيليبسي اذا يا اولياء اولادكم لازم الا شفتوا بلي عندهم كريز ولا اي حاجه ما عرفتوهاش ولا الطبيب لازم تروحوا له مباشره لان التشخيص المبكر كي تعرف بلي وليدك عنده لا كريز بكري ولا كريز ديبيليبسي ويداوى بكري قادر ما يوصلش حتى لسن التمدرس يكون برا ان شاء الله نهائيا وان شاء الله ربي يحفظ لنا ولادنا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تواصلوا معنا عبر موقع ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا سلام ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدنا نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان